العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. صاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، يرافقكم فيه عمر محرف وآية علقم. تحية لك آية. مشاهدين أهلا بكم. البداية بالعناوين. أبناء الموصل يستغيثون بالعالم ومنظماته الدولية بعد أن حاصرهم الجوع والعطش، وصور دمار البنى تصدم ضمير الإنسانية. الخوف والقلق يخرج أكثر من ربع مليون موصلي إلى المخيمات تحت المطر والقصف، وتأخر الخدمات الطبية إرهاب من نوع آخر. التحالف الدولي يقر بوجود صعوبات لاختراق الشوارع الضيقة والمباني المكتظة في أيمن الموصل. الاتحاد الوطني الكردستاني لن ننسحب من محطة نفط الشمال قبل تنفيذ شروطنا من قبل وزارة النفط المركزية. مناطق منكوبة في الأنبار، أهالي البذياب يطالبون بكشف مصير المليارات، وناشطون من ذي قار ينتقدون سوء الخدمات وتأخر إنجاز مشاريع البنى التحتية. أهلا بكم. إلى التفاصيل، وصلت موجات النزوح من ساحل الموصل الأيمن إلى معدلات غير مسبوقة وسط مأساة حقيقية يواجهها الآلاف من الموصليين الهاربين من داعش في ظل الأوضاع الجوية السيئة وغياب مستلزمات الإغاثة اللازمة. ونزح أكثر من 45,000 شخص منذ بدء الهجوم الذي تقوده القوات العراقية لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، حسب ما ذكرت منظمة الهجرة الدولية الأحد. من جهتها، أعلنت وزارة الهجرة العراقية استقبال أكثر من 57,000 نازح من الساحل الأيمن، لتصل أعداد النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى إلى 286,000 شخص. هذا حال العراقيات، حسبي الله ونعم الوكيل. زفت زفت، تمن اصفر الظهر وبالليل تمن احمر وخلصت المونة، وجينا على الموت بنفسنا. وخطرة الوحل، الناس فوق ناس والناس ضيعت ولادها، هذا الطريق بس نجينا برواحنا، عفنا بيوتنا وعفنا كل شيء. طبعا اعداد النازحين عددهم من حد هسه وصلوا ألف، وفي تزايد مستمر، لأن يزحون من مناطق حي الرمان، تل الرمان وحي الشهداء الأولى والثانية، ووضعيتهم الإنسانية يعني نقول تعبانة حيل، ونحتاج لهم مساعدات. وتناقل ناشطون صورا مؤلمة التقطت من الموصل تظهر جحافل من النازحين الفارين من المعارك المحتدمة في الساحل الأيمن وهم في حالة يرثى لها. وأظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بالدور والمنازل السكنية إثر الاشتباكات العنيفة بين القوات المشتركة وعناصر تنظيم داعش، في حين انتشرت السيارات المحطمة في الشوارع والأزقة الضيقة بسبب القصف، ما دفع العائلات إلى الفرار بعيدا عن مسرح الاشتباكات. وذكرت مصادر محلية من داخل الموصل أن تنظيم داعش يرسل سياراته المفخخة إلى مناطق تمركز القطعات العسكرية ويفجرها وسط الأحياء السكنية التي تضم بيوتا قديمة، ما يهدد بانهيارها على قاطنيها. كما أظهرت صور أوردتها وكالات عالمية مئات العائلات الموصلية وهي تهرب من مناطق القتال باتجاه القوات العراقية وسط أجواء من البرد وتساقط للأمطار. وتبدو حالة الهلع والخوف ماثلة على وجوه النساء والأطفال وهم يهربون تحت القصف المتبادل داخل أحياء الساحل الأيمن. أربع
ارفع لساتك ارفع لساتك حط راسك تفكر روح الله يبارك فيك روح تفكر روح يلا حتى استعد ابوي حتى تبارك في طرف هنا يلا ابوي يلا ابوي يلا يا ماشي خلاص خلاص وصفت رئيسة مجلس قضاء الموصل بسمة بسيم ما يعانيه النازحون من المدينة بأنه إرهاب من نوع آخر، كاشفة عن وفاة أحد النازحين بسبب عدم وجود أي إسعاف له. وقالت بسيم في بيان إن المئات من الأطفال والنساء باتوا عند سيطرة العقرب حفاة جياعا يرتجفون من الملابس المبللة بسبب تساقط الأمطار أثناء نزوحهم من مناطق الجانب الأيمن للموصل، وأضافت أن الرجال يبيتون في العراء وسط انعدام أي وسيلة للتدفئة، وأن الأطفال يرتجفون من البرد وليس لديهم حتى تمرة ليأكلوها. وتابعت بسيم قولها إنه حتى الكافر سيذرف دما لا دموعا على حال الناس، وإن ممثلي الحكومة المحلية لنينوى يسطرون بطولات خلال شاشات التلفزيون دون أي إغاثة حقيقية للنازحين. أبناء الموصل يستغيثون بالعالم ومنظماته الدولية بعد أن حاصرهم الجوع والعطش، وصور دمار البنى تصدم ضمير الإنسانية. الخوف والقلق يخرج أكثر من ربع مليون موصلي إلى المخيمات تحت المطر والقصف، وتأخر الخدمات الطبية إرهاب من نوع آخر. على ما يبدو أن معدلات النزوح الحقيقية لم تبدأ بعد من الساحل الأيمن للموصل، فالمنظمة الدولية للهجرة عدت الأرقام التي نزحت لغاية الآن بأنها جزئيات صغيرة من رقم يتوقع نزوحه، وهو 250 ألف شخص أو أكثر. التفاصيل في سياق هذا التقرير. أرقام وإحصائيات تتغير لحظة بلحظة بتزايد موجات النزوح من غربي الموصل جراء احتدام المعارك وتقدم القوات العراقية المشتركة صوب أحياء الساحل الأيمن للمدينة. 10,000 شخص ما بين رجال ونساء وأطفال نزحوا مع بداية جهود القوات العراقية لاستعادة السيطرة على جانب الغربي من الموصل وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة. 3,000 و4,000 و6,000 وآلاف أخرى متفرقة. معدلات النزوح تصاعدت خلال الأسابيع الماضية، ولكنها ليست سوى جزئيات صغيرة من بين رقم يتوقع أن يفوق الإمكانات المخصصة لاستيعاب نازحين من غربي الموصل، وهو 250 ألفا أو أكثر بسبب تصاعد حدة القتال. قلق خطير جدا ينتاب المنظمة الدولية للهجرة على حياة 750 ألف شخص من المحاصرين في الساحل الأيمن للموصل المكتظ بالسكان، إلى جانب تدهور الأوضاع الإنسانية بدءا من نقص الغذاء والوقود والدواء والماء وارتفاع الأسعار وتهديدات داعش ضد المدنيين إذا فكروا في النزوح. أساليب اضطرت الأسر الفرة من داعش إلى استخدامها لعلها تنجو من بطش التنظيم وممارساته، وهي وضع شريط لاصق على أفواه أطفالهم للتأكد من عدم بكائهم أو صراخهم لتوخي الحذر من لفت انتباه داعش. وعائلات أخرى تعطي أطفالها حبوبا منومة للحفاظ على هدوئهم أثناء النزوح. يبدو أن معدلات النزوح الحقيقية من الجانب الغربي للموصل لم تبدأ بعد، وأن الأيام المقبلة ستختبر استعدادات الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات الدولية للموجات المتوقعة. حول الوضع في الموصل ينضم إلينا السيد غانم العابد السياسي العراقي. سيد غانم، يعني المنظمات الدولية تقول إن هؤلاء أو هذه الأعداد من النازحين ما زال قليلا مقارنة بالأعداد التي سوف تنزح وسوف تهجر بيوتها مع استمرار العمليات، هل تؤيد هذا الكلام من خلال مشاهداتك ومتابعتك للوضع في الموصل؟
نعم مساء الخير. حقيقة هذا الكلام واقعي جدا، الكل يعلم أن داعش قبل أن يخسر أي منطقة يرغم الكثير من أهالي الموصل على النزوح العكسي باتجاه مناطق أخرى يسيطر عليها ولا يسمح لهم بالاتجاه إلى القوات الأمنية أو إلى خارج مدينة الموصل. من يعتقل وهو يحاول الخروج من مدينة الموصل من الرجال يتم إعدامه، النساء يتم ضربهن وإعادتهن إلى داخل المدينة. معدلات النزوح أنا أعتقد أن في الأيام القادمة ستكون أكبر، وهناك ملاحظة أخرى حتى على الأعداد الموجودة داخل مركز المدينة، ما يتحدثون به من رقم 750 ألف مواطن موجود في مركز مدينة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. هذه الأعداد الحقيقية لأهالي الموصل فقط، لكن هناك الكثير ممن نزح من محافظة صلاح الدين ومن الأنبار إلى مدينة الموصل، ما يعني أن العدد قد يتجاوز المليون. ومثل ما يلاحظ الجميع ليس هناك أي خطة لاحتواء النازحين، الفشل مستمر ابتداء من أيام مخيم ديبقة عندما كان عدد النازحين فقط لا يزيد عن 20 ألف نازح، ولحد الآن على الرغم من أن كانت هناك فترة للتوقف ما بين تحرير الجانب الأيسر وبدأ معركة الجانب الأيمن، كل ما فعلوه سواء وزارة الهجرة والمهجرين أو الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية إنشاء مخيم واحد 4000 خيمة يتسع ل 24 ألف نازح فقط، هذا كل ما قدم. ما تقوله الحكومة المركزية بأنها تلقي باللوم على المنظمات الدولية، أنا أعتقد أن هذا تهرب من المسؤولية. قبل أيام ونقلت قناة الشرقية مجلس النواب العراقي قام بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، كان الأجدى بهم أن تخصص هذه الأموال للنازحين ولا أن تذهب إلى جيوب السياسيين. طيب سيد غانم، يعني إذا كانت هذه الأعداد هي أعداد قليلة مقارنة بما يتوقع نزوحه، ما هو حال النازحين فيما بعد إذا ما نزحت الآلاف التي يتوقع نزوحها فيما بعد، خاصة وأن حال النازحين يرثى له الآن؟ نعم، أنا اليوم حتى المسؤول عن مخيمات النازحين أعلن أنه خلال الساعات القادمة ستملأ كل الخيم الموجودة، مما يعني أن النازحين الجدد ليس لهم أي مكان، وهنا نحن أمام كارثة حقيقية. اليوم في ظل هذا التخبط وعدم وجود أي خطة لاحتواء النازحين بقي أمران، أولاً أن تقوم القوات العراقية بتحرير مدينة الموصل القديمة وهي تشهد قصف من قبل قصف لنقول أنه قاسي جدا من قبل التحالف الدولي. هذه المناطق عبارة عن منازل قديمة وأزقة لا تحتمل كل هذا القصف، الكثير من الضحايا المدنيين، البيوت تهدمت على رؤوسهم مثل ما حدث قبل 3 أيام عندما قام التحالف الدولي بقصف سيارة مفخخة في هذه المنطقة، تهدمت الكثير من البيوت على رؤوس أصحابها. يجب أن يتم تحرير المربع الموصل القديمة حتى يتمكن الأهالي من العبور إلى الجانب الأيسر، غير هذا الوضع أنا أعتقد سنكون أمام كارثة إنسانية. أو نسعى نحن كمواطنين كشعب عراقي ومن خلال قناة الشرقية نقدم بهذه المبادرة أن تقوم قناة الشرقية وبالاتفاق مع شركات الاتصال بالقيام بحملة جمع تبرعات لأهالي الموصل على أن لا يستلمها أي من سياسيين محافظة نينوى سواء من النواب أو من أعضاء مجلس المحافظة، لأن هذه الأموال إذا ما استلموها ستكون تسويق لهم للانتخابات القادمة. الوضع كارثي جدا في الموصل، نرى ابن الجنوب قادم من المواكب إلى جنوب الموصل ليقوم بالطبخ إلى النازحين، ومثلما تفضلت السيدة بسمة بسيم والتي هي بألف رجل من سياسيين الموصل متواجدة هناك تقول أغلب السياسيين يظهرون من أجل الإعلام وليس غير الإعلام. نعم، يعني سيد غانم، يعني حدثنا أكثر عن تفاعل ممثلي وسياسيي الموصل ونينوى بشكل عام مع مأساة النازحين، يعني ضعنا في الصورة أكثر، أعطينا تفاصيل أكثر عن كما قالت السيدة بسيم ووصفت الأمر بأنه تسطير للبطولات فقط أمام شاشات التلفاز. نعم، يعني حتى لنتجاوز الخطوط الحمر، حقيقة سياسية الموصل ليست أول مرة يخذلون بها أهالي الموصل. عندما سيطرت داعش على مدينة الموصل كل أعضاء مجلس المحافظة وهذا موثق والوثيقة موجودة عندي كانوا على علم بهذا الهجوم قبل موعده بشهرين، لكنهم قبل الهجوم ب3 أيام أخذوا عوائلهم
وغادروا الموصل وتركوا 3 مليون أعزل إلى مصيرهم تحت سيطرة داعش، والكل يعلم ما هو موضوع داعش وشراسة داعش وقسوة داعش. اختفوا عن الإعلام لأكثر من سنة ونص وسنتين، ولدينا الآن أكثر من 15 نائب من نواب محافظة نينوى لحد هذه اللحظة، منذ سيطرة داعش على الموصل ولحد هذه اللحظة لم نسمع لهم أي تصريح ولم يكون لهم أي دور. هذه المرة أيضا سياسيين الموصل يتخلون عن مدينة الموصل للمرة الثانية ويتركوها إلى مصير مجهول. إذا كانت العلاقة ما بين الحكومة المركزية وما بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة سيئة، فنحن طالبنا ومن خلال الشرقية ومنذ الأيام الأولى حتى لقبل معركة الموصل أن تشكل لجنة عليا لإدارة موضوع النازحين. السيد حيدر العبادي ولأربع مرات يزور قطعات الجيش في محافظة نينوى، لا يلتقي بأعضاء مجلس المحافظة ولا يلتقي بالحكومة المحلية، مما يعني أنه ليس هناك أي ثقة بهذا المجلس أو بهذا الحكومية إلا إذا كان هناك تفسير آخر. الموصل مقبلة على دمار، الموصل مقبلة على كارثة، ما لم يتعاضد العراقيين سنة وشيعة وأكراد من أجل جمع تبرعات على أن لا تكون بيد هؤلاء السياسيين، أنا أعتقد أننا سنعطي الآلاف الآلاف من الضحايا. أيضا التحالف الدولي وقصفه للمربع الموصل القديم، هذا المربع لا يحتمل القصف بالإمكان ما دمتم كنتم تشاهدون أن هناك سيارات مفخخة أو أن هناك هناك متفجرات، بالإمكان قصفها خارج مدينة الموصل. السيارة ما دامت أنها هي مراقبة أنتظرها إلى أن تخرج خارج هذه المنطقة. الناس تموت من الجوع، الناس تموت من القصف، هناك مآسي كبيرة تحدث داخل مدينة الموصل بالإضافة إلى ما يحدث إلى بالخارجين إلى مخيمات النزوح. طيب سيد غانم، يعني هذه الموجات الكبيرة من النازحين هل ستؤثر على العمليات العسكرية؟ أستاذ عمار، اليوم القوات المحررة هي من تقاتل داعش، وهي من تستقبل النازحين، وهي من تقوم بإغاثة النازحين. بالتأكيد هذه الموجات البشرية ستؤخر من العمليات ما لم تكون هناك ممرات آمنة. لن يكون بإمكان أهالي الموصل الخروج من مناطقهم ما لم يتم تحرير المناطق الموجودة على ضفة نهر دجلة حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الجانب الأيسر. هناك أهالي الموصل من الجانب الأيسر كلهم على استعداد لاستقبال أهاليهم واحتضانهم في منازلهم. نعم سيد غانم، يعني اليوم الحكومة المركزية تقول وتتهم المنظمات الدولية بالتقصير، المنظمات الدولية تتهم الحكومة المركزية بعدم دعمها، وهناك جدال قائم. الحكومة المركزية تقول إنها يعني تفعل ما باستطاعتها لحل هذا الأمر ولحل مسألة النازحين، لكن العمليات العسكرية مستمرة ومسألة النزوح يعني في تفاقم. اليوم ماذا في جعبة السياسيين العراقيين؟ ماذا لدى العراق من خطط، من ربما استراتيجية معينة، خاصة وأن العراق اليوم يعني بعد شهر تقريبا أو أقل سوف يكون هناك قمة عربية وهناك اجتماعات، وموضوع محاربة الإرهاب اليوم هو الملف الأول عالميا وليس فقط عربيا. كيف سيستثمر العراق هذا الأمر لمساعدته في القضاء على الإرهاب وبالتالي أيضا حماية المدنيين وحل مسألة النازحين؟ نعم، يعني حسب ما فهمت السؤال كان الصوت يأتي بشكل متقطع. بالنسبة للنازحين، أنا أعتقد أن النازحين هم عراقيين يرتبطون بجمهورية العراق ولا يرتبطون بالأمم المتحدة. موضوع إلقاء اللوم على المنظمات الدولية هذا تهرب من المسؤولية. كان هناك بيد الحكومة العراقية والحكومة المحلية الكثير من الوقت للتهيئ لاستقبال النازحين، لكن ما الذي قدموه؟ أين دور وزارة الهجرة والمهجرين؟ أين دور وزارة التجارة؟ أين دور وزارة الصحة؟ هل بإمكان الموجودين أن يقولوا كم سيارة إسعاف موجودة في مخيمات النازحين؟ أين السيارات التي تنقل النازحين من المناطق التي يمشون فيها وهم حفاة وجياع والبرد قد قتلهم
إلى مخيمات النازحين، ما الذي قدمته كل الوزارات. اليوم عندما نتحدث عن الموصل لدينا 37 عضو مجلس محافظة، لدينا 34 نائب في البرلمان العراقي. طيب. لدينا أكثر من وزير سيد حتى سيد وزراء غانم. نجدهم موجودين في الدول الأوروبية وفي الدول العربية لكنهم غير موجودين سيد في مخيمات النازحين. عذرا المقاطعة، لجنة المهجرين النيابية دعت إلى النفير العام تجاه أزمة النزوح الخاصة بمدينة الموصل. دعنا نستمع إلى تصريح رعد الدهلكي عضو اللجنة ثم نعود مرة أخرى. أول الحلول يجب أن تطلق الأموال المخصصة للنازحين في ميزانية 2017 وبأسرع وقت ممكن، وهذه كتاب رسمي أرسل إلى رئيس مجلس الوزراء لإطلاق الأموال، وهذه أولا. ثانيا يجب إعلان حالة النفير وحالة الإنذار الكامل أمام المؤسسات الدولة لكي تذهب إلى إيواء واستقبال وتقديم الخدمات إلى النازحين خلال الفترة خلال 24 ساعة القادمة وليس أكثر، وليس 72 ساعة، لأن 72 ساعة أنا أعتقد ستكون هناك كارثة بحق النازحين. هذه ثانيا. ثالثا يجب أن يكون التواجد لمنظمات المجتمع الدولي وأن تحاسب منظمات المجتمع الدولي على الأموال التي استلمتها ولماذا لم تقدم الخدمات وفق الخطة التي وضعتها هي شخصيا وقال سأسند الجهات المعنية في أوضاع النازحين. لم نشاهد هناك منظمات المجتمع الدولي، لذلك على الحكومة أن تكترث لهذا الأمر، ويكفي عدم الاكتراث ويكفي عدم الاهتمام لوضع النازحين وظروفهم الصعبة في هذه الأيام. إذا نعود مرة أخرى لسيد غانم العابد. سيد غانم، استمعت إلى تصريح رئيس لجنة المرحلين والمهجرين رعد الدهلكي، هو يقول يعني هذه اللجنة دعت إلى النفير العام وكل الجهود تبذل الآن من أجل مساعدة النازحين، ولكن يجب محاسبة المنظمات الدولية التي استلمت هذه الأموال ولم تقدم أي مجهود. لماذا لا توجد رقابة على هذه المنظمات؟ يعني ابتداء استاذ عمر، حصة الموصل من محافظة نينوى ومن الميزانية هي 11%، والكل يعلم ان الموصل منذ 3 سنوات هي خارج الميزانية. اين هي الاموال المخصصة لمحافظة نينوى؟ لو ان الحكومة العراقية تسعى وبسرعة لصرف رواتب الموظفين في الموجودين في الجانب الايسر، انا متأكد من ان اهالي الموصل سيقومون باقتسام رواتبهم مع كل النازحين. هذا الكلام يجب ان يكون هناك تحرك داخل مجلس النواب العراقي وليس عبر الإعلام. التحرك الآن مطلوب من الجميع، لكن حقيقة قد نعول على المدنيين أكثر ما نعول على السياسيين العراقيين. عندما يأتي ابن كربلاء وابن نجف وابن البصرة إلى جنوب الموصل ويقوم بالطبخ للنازحين ولا نجد 90% من سياسيين الموصل هناك، ألا يؤشر هذا خلل على أن الموجودين يعتبرون المواطن هو حاجة واحدة كل 4 سنوات من أجل تصويت انتخابي؟ نعم. نعم سيد غنم العابد السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. الآراء شتى والملتقى واحد. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. التحالف الدولي يقر بوجود صعوبات لاختراق الشوارع الضيقة والمباني المكتظة في أيمن الموصل. تناقل ناشطون صورا مؤلمة التقطت من الموصل تظهر جحافل من النازحين الفارين من المعارك المحتدمة في الساحل الأيمن وهم في حالة يرثى لها، وأظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بالدور والمنازل السكنية إثر الاشتباكات العنيفة بين القوات المشتركة وعناصر تنظيم داعش، في حين انتشرت السيارات المحطمة في الشوارع والأزقة الضيقة بسبب القصف، وهذا أدى إلى دفع العائلات إلى الفرار بعيدا عن مسرح الاشتباكات. وذكرت مصادر محلية من داخل الموصل أن تنظيم داعش يرسل سياراته المفخخة إلى مناطق تمركز القطعات العسكرية ويفجرها وسط الأحياء السكنية التي تضم بيوتا قديمة، ما يهددها بالانهيار على ساكنيها. بين أوحال الطين وقساوة البرد والمطر ينتظر النازحون من الجانب الأيمن إلى مخيم حمام العليل في الموصل توزيعهم على خيام يتم حاليا إفراغها من نازحي الجانب الأيسر. ويقول قادة الميدانيون إن التقدم على الجانب الأيمن يراعي الحذر الشديد لحماية المدنيين
ومن جاء إلى الضفة الغربية نازحا من شرقيها. موفدنا عثمان الشلش عد التقرير التالي. على وقع القتال يفرون نحو الخيام علهم يجدون الأمان، الوحل يغطيهم وأعدادهم تتزايد. هنا مئات العائلات من ساحل الموصل الأيمن تفترش العراء في محاولة الحصول على خيمة ومكان آمن وأيضا القليل من الطعام بعد الفرار من المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية. أعداد كبيرة من المدنيين المتواجدين في الساحل الأيمن هم ليس فقط سكان الساحل الأيمن، بل هناك قسم نزحوا من الساحل الأيسر وهناك من القرى عندما تقدمت القطاعات دخلوا إلى الساحل الأيمن أعداد كبيرة. نحن نفضل الجانب الإنساني على الجانب العسكري، وتم تأمين مناطق آمنة وكذلك ممرات آمنة لوصول المدنيين إلى أماكن يتم نقلهم إلى معسكر إيواء النازحين. النقطة المهمة أن يبتعدوا عن تواجد المجاميع الإرهابية وعملية التعاون وتزويدنا بالمعلومات، ونحن قادمون وعازمون وسيتم تطهير الساحل الأيمن ونحافظ عليهم ونحافظ على ممتلكاتهم كما حافظنا على أهلنا في الساحل الأيسر. وهنا في حمام العليل تتفاقم المشكلة مع امتلاء المخيم، ما دفع بسلطات إدارة المخيمات إلى إفراغ مخيمات قديمة من نازحي الأيسر سعيا لإيجاد أماكن أخرى، ولكن الأمر يتفاقم مقارنة مع حجم النازحين المتعاظم ومأساتهم. مخيم حمام العليل حقيقة بعد ما يستوعب أخذ العدد الكافي، هنالك إن شاء الله خلال يومين 1000 خيمة هتكون جاهزة للاستيعاب. أمس واليوم احنا نحول النازحين إلى مخيم الخازن. ورغم مرارة أوضاعهم إلا أن أبناء الأيمن المحررين يحملون العرفان للجنود الطاردين لداعش، مستبشرين بخير على أمل أن يأتيهم الفرج مع الحرية التي خرجوا إلى فضائها. تضحكوا علينا وتعرفون شلون طلعنا، يعني بالألف زور طلعنا، أمي مريضة خطية عندها ذبحة قلبية وبالألف زور طلعناها. من الساحل الأيمن للشرقية نيوز عثمان الشلش، حمام العليل جنوبي الموصل. هذا وأصبحت القوات العراقية المشتركة على بعد أمتار قليلة من المربع الحكومي وسط المدينة القديمة في الموصل بعد أن اقتحمت 4 أحياء من الساحل الأيمن للمدينة وسط شبكات عنيفة مع مسلحي داعش. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة إن قطعات من الاتحادية اقتحمت منطقة الدواسة بإسناد مدفعي وصاروخي مكثف، فيما دخلت قوات أخرى بعمق 300 متر في حي النبي شيت والدندان وسط انهيارات في صفوف تنظيم داعش. ومن الجهة الجنوبية للساحل الأيمن للموصل اقتحمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب حيي الصمود وتل الرمان بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش. يذكر أن قوات الشرطة الاتحادية باتت على بعد أمتار من مباني المحافظة ومجلسها والمحكمة ومنطقة باب الطوب التي تعد مركز المدينة. أنا بداية حي الدواسة، يعني بداية أحياء الدواسة الحمد لله وشكر، كانت انتصارات رائعة ومبهرة وشفتوها مثل ما تشوفون أنتم، هاي سياراتهم وهاي الجثث بالشارع، يعني الحمد لله وشكر. العدو منهار، يعني عنده مفارس إعاقة شوية أثناء التقدم، بس الحمد لله وشكر معنوياته منهارة والحمد لله وشكر. إن شاء الله نوصل اليوم أو باكر نوصل مركز المحافظة. وأقر التحالف الدولي أن التقدم الذي تحرزه القوات العراقية في حربها ضد داعش في الجانب الأيمن من الموصل سيصبح صعبا كلما اقتربت من مركز المدينة. وقال نائب قائد القوة البرية للتحالف الجنرال ريك أوريبي إن المناطق التي تتقدم فيها القوات العراقية مكتظة بالمباني القديمة والشوارع الضيقة بالإضافة إلى كثافة سكانها، مما سيجعل القتال أكثر شراسة. إلى ذلك اعترف الجيش الأمريكي بمقتل 21 مدنيا خلال ضربات منفصلة للتحالف الدولي على مواقع لتنظيم داعش في العراق وسوريا بين تشرين الثاني وكانون الثاني. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلهم التحالف من دون قصد ارتفع إلى 220 منذ بداية العمليات ضد داعش عام 2014. وأضاف البيان أنه في 13 من كانون الثاني قتل 8
مدنيين قرب الموصل العراقية بعد أن قصفت طائرات منزلا عن طريق الخطأ، مبينا أنه خلال تحليل فيديو لما بعد الضربة جرى التعرف على مدنيين قرب المنزل لم يكونوا ظاهرين قبل الضربة. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. الاتحاد الوطني الكردستاني لن ننسحب من محطة نفط الشمال قبل تنفيذ شروطنا من قبل وزارة النفط المركزية. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن عمليات الاختطاف التي تحدث في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى هي عمليات منظمة وموجهة من قبل جهات لا تريد أن تكون الدولة ومؤسساتها أقوى منها من أجل أن تستولي على كل شيء. العبادي حذر خلال لقائه وفدا من أساتذة وطلبة جامعة واسط، حذر من أن بعض الجهات دون أن يسميها تحاول إثارة الفوضى وتحشيد بعض المحافظات بهدف التجاوز على القانون في وقت تخوض القوات العراقية معركة مصيرية مع تنظيم داعش. هؤلاء الفاسدين يعرفون ايش نسوي، احنا نقاتل الدواعش ونقاتل معه الفساد. صحيح قواتنا الأمنية اليوم مشغولة في القتال في الجبهات، يبدون يسوون فوضى في عدد من المحافظات من خلال خلايا إجرامية تختطف المواطنين. لا تفكرون الاختطاف عملية في مفردة، راجعوا كل عمليات الاختطاف في بصرة، في بعض المحافظات، في بغداد، موجهة ومنظمة من جماعات تكسب المال الحرام، السحت الحرام من المواطنين تاخذه، من جماعات عندها هدف آخر دي تضعف قدرة الدولة حتى تدخل معنا في صدام، وإحنا ما متهينين هذا الصدام، قواتنا اللي تقاتل على الجبهات، بس نقول لهم مواطنين معنا، الأخيار معنا، وإن شاء الله ننتصر جميعا. البعض ما يريد نخدم محافظة واسط، البعض يكبر عليه أنه راح يصير خدمة الواسط، يريد يعرقلها، يريد يسبب مشكلة، عنده هدف ثاني بصراحة، هدف ثاني يريد البلد ينهار حتى هو يستولي على البلد. أكو البعض ما يريد البلد أقوى منه، هو يريد أقوى من البلد، ما يريد القوات الأمنية تصير قوية حتى عصابات الإجرامية تصير أقوى من الدولة، حتى يختطف مواطنين، يبتز المواطنين، يقمع المواطنين بجماعات مسلحة خارجة عن الدولة. البعض هيك يريد، احنا ما نريد، نريد قوة قانون، نريد عدالة بين الناس، القضاء ياخذ مجراه. نرحب الآن بالسيد إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي. سيد إحسان مرحبا بك. نبدأ وإياك مما ذكره رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال استقباله أساتذة وطلبة من محافظة واسط، يقول بأن هناك جهات تريد أن تستغل هذه الأحداث من أجل أن تضعف الدولة مؤسساتها وتسيطر هي على كل شيء. برأيك هذه الجهات يعني إلى أين تريد أن تصل وما هو هدفها أثناء هذه العمليات؟ شكرا لكم على الاستضافة. هذه الجهات السياسية لم تكن يعني منطلقة بهذا المنهج يعني ابتداء من جامعة واسط، وإنما ما قبل ذلك هناك محاولات من قبل هذه الجهات السياسية لتقويض حكومة الدكتور العبادي أولا، ومن ثم وضع المصدات أمام أي حركة يمكن أن تنطلق بها كأداء حكومي. هذه الجهات هي ذاتها التي استهدفت الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي. من وجهة نظري الهدف الأهم لهذه الجهات هو أسقاط هذه الحكومة بأي ثمن كان، وما جرى في واسط لم يكن عفويا من وجهة نظري، وإنما كانت هناك جهات غذت ما جرى هناك. الهدف هو إظهار رئيس الوزراء بمظهر الضعيف، وهذا يعني أمر أنا أعتقد أنه فيه أبعاد سياسية أكثر ما هو يعني قد يندرج في إطار التظاهر. الأمر الآخر هو محاولة يعني فقدان الثقة بمؤسسات الدولة بشكل كامل وعدم قدرتها على أداء واجباتها بالشكل الذي رأيناه، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه جزء من عملية الصراع والمناكفة ضد حكومة الدكتور العبادي أو شخص الدكتور العبادي بالتحديد. هذه الجهات أنا أعتقد أنها الآن ابتدأت يعني مشروعها أو منهجها فيما يرتبط باستهداف الدكتور العبادي، سيما وأن النصر
الآن يعني بات قاب قوسين أو أدنى على مستوى الساحل أو الجهة الغربية من مدينة الموصل، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه لا يروق لهذه الجهات أن ترى انتصارا عراقيا، لذلك هي تتحرك بهذا الاتجاه من أجل يعني تقويض عمل الحكومة ومن ثم أضعافها، وبالتالي هي تستهدف يعني محاولة تقليل الرصيد السياسي لشخص الدكتور العبادي، وبالتالي تحاول أن تفقد ثقة الشارع بشخص الدكتور العبادي الآن الذي بات يتمتع بثقة كبيرة من قبل كل المكونات المجتمعية، وهنا لا أتحدث عن المكونات والكتل السياسية التي لديها يعني اتجاهات خاصة في طبيعة التعاطي مع رئيس الوزراء العراقي. طيب يعني أستاذ إحسان، يعني هل بات إقحام الشارع العراقي في المناكفات السياسية من الممكن أن نقول بأنه بات ظاهرة في العراق؟ وإذا بات ظاهرة خطورة هذا الأمر وتداعياته في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب عمليات التحرير؟ بكل الأحوال سيدتي، استخدام الشارع كأداة في الصراع السياسي سيؤدي إلى نتائج عكسية وارتدادات سلبية جدا. قد يعتقد من يستخدم الشارع بأنه يسيطر وحتى يعني يعمل على إضعاف الجهة الأخرى أيا كانت، حكومة أو طرف سياسي، حزب وغيره، لكن هو لا ينظر من وجهة نظري إلى أن الموضوع ستكون له أبعاد، يعني بالإضافة إلى قضية يعني الاستهداف هذه الشخصية أو الحكومة، لكن بكل الأحوال هو أضعاف للدولة وهيبة الدولة، وبالتالي يؤشر منحنى خطير. يعني وأنت أشرت سيدتي إلى دالة الانتخابات، هذه القوى السياسية الآن على ما يبدو أنها لا تمتلك ذلك البرنامج الذي يمكن أن تتفوق به على بقية القوى السياسية، ولذلك هي تستخدم الشارع وتطوع الشارع باتجاهات عدة، وهذا بحد ذاته أمر غير مقبول. الدستور والعملية السياسية الديمقراطية يعني كفلت التحرك لجميع القوى بكل عناوينها وفق الأطر القانونية، لكن أن تتجاوز هذه القوى السياسية هذه الأطر، فأنا أعتقد أن يعني قد نؤشر بأن المرحلة القادمة وفق هكذا توجهات لبعض القوى السياسية، أنا أعتقد أنها مرحلة اشتباك سياسي كبير جدا، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه يمكن أن يكون له تداعيات على مستوى الشارع العراقي. الحملات الانتخابية قد تكون وجه آخر، حتى قد نلحظ وجود تصفيات لبعض المرشحين. هذه القوى السياسية لا تريد أن تتخلى عن عرف المحاصصة أو حتى التواجد في السلطة التنفيذية التي تعدها مساحة للنفوذ، وهذا بحد ذاته يتطلب منها استخدام أدوات. واحدة من هذه الأدوات هو استخدام الشارع، وأنا أعتقد أن هذا يعني شيء خطير. يعني ليس هناك مشكلة من أن يكون هناك تثقيف للجماهير اتجاه البرنامج الانتخابي، لكن أن يتم توجيه جمهور هذا الحزب نحو هدف معين سياسي بحت، يعني خاص لزعيم لكتلة سياسية، أنا أعتقد أنه فيه من الخطورة الكبيرة جدا على العملية السياسية وليس على فقط على الأحزاب نفسها. طيب سيد إحسان، نتحدث في هذا الحوار عن معركة الموصل. التقريب من دوائر صنع القرار في العراق، السيد حيدر العبادي كان قد وعد سابقا بأنه يجب وضع الإنسان قبل الأرض، ولكن اليوم مع وجود هذه الجحافل الكبيرة من النازحين، ألا يفترض توفير ممرات آمنة لهم وأيضا توفير مستلزمات كافية عوضا عن هذا الوضع المتردي والمأساوي لهؤلاء؟ أستاذ عمر، لا زال شعار الإنسان قبل الأرض يعني هو الثابت على مستوى معركة الجهة الغربية لمدينة الموصل. الحكومة لا تزال توفي بالتزاماتها فيما يرتبط بالنازحين وقضية توفير الملاذات الآمنة، لكن ما تواجهه القوات الأمنية هناك على مستوى معركة ما يصطلح عليه الساحل الأيمن في الموصل
هو أن تنظيم داعش الآن بات يحتجز المدنيين بشكل كبير، وهذا بحد ذاته يعني يتطلب دقة في طبيعة التعاطي والحفاظ على الإنسان بشكل كبير. أنت أشرت إلى الجوانب الأخرى، طبيعة العدد السكاني الهائل جدا على مستوى الجهة الغربية لمدينة الموصل، أنا أعتقد أنه يتطلب ليس فقط جهدا حكوميا على مستوى الوزارات أو القوات الأمنية ابتداء أو حتى الوزارات الساندة، لكن يعني قد يكون ما تحدث به وزير الهجرة والمهجرين بالتحديد بأن يعني قضية تطويق هذه الكارثة هو بحاجة لتدخل أممي، والأمم المتحدة على ما يبدو إلى حد هذه اللحظة لم ترتقي إلى مستوى النزوح أو حتى قضية معالجة الحالات الإنسانية هناك على مستوى المعركة في الساحل الأيمن. أكثر من ذلك، القضية الآن يعني استخدام تنظيم داعش للأسلحة الكيميائية، أنا أعتقد أنه أيضا يبين بما لا يقبل الشك بأن التنظيم فقد كل أوراقه، وبالتالي الآن يعتمد سياسة الأرض المحروقة ويمارس إبادة جماعية بحق أبناء الموصل. لذلك يتطلب يعني إعادة تكتيكات، وحسب معلوماتي هناك إشراف يومي من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أولا في قضية متابعة النازحين والحفاظ على مسارات آمنة، وحتى طبيعة التعاطي، تعاطي القوات الأمنية في قضية اعتماد أسلحة معينة لتجنيب الأبرياء. وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه يمكن أن يجنب إلى حد كبير أولا خطر الحرب هناك، والأمر الآخر متابعة الحالات الإنسانية ويعني إيجاد مساحات لاستقبال النازحين من خلال المخيمات. نعم أستاذ إحسان، يعني أيضا من ضمن المناشدات بل من ضمن الكلام الذي كان قبل البدء بعملية تحرير الموصل، وهو رسائل كانت ترسل إلى السكان داخل الموصل العالقين في هذا السجن الكبير مع يعني هيمنة داعش على الموصل. اليوم يعني كانوا يقولون للسكان ابقوا في بيوتكم، لا تقلقوا، لن يتم استهدافكم بشكل عشوائي، المستهدف هم عصابات داعش، إرهابي داعش، أنتم لن يمسكم أي شيء. هل تعتقد بأن تكثيف هذه الرسائل ربما جاء غير مناسب، خاصة في ظل هذه الكثافة السكانية الموجودة وانتشار داعش في كل مكان وحرب الشوارع وحرب العصابات الذي تنتهجه داعش؟ سيدتي، القوات الأمنية تعاطت مع حرب المدن، ولم تكن هذه الحرب سهلة على مستوى المدن الكبرى، نتحدث عن صلاح الدين، تكريت، أو حتى الأنبار الرمادي فلوجة، والآن الموصل والساحل الأيسر قد يكون الشاخص أو الدالة الأقرب لما نتحدث به أنا وأنت بالتحديد. هذه القوات يعني لديها القدرة على التعاطي في عملية فرز المدنيين. طبيعة الخطط التي وضعت من قبل القيادات الأمنية وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة، طبيعة حتى نوعية الأسلحة في معركة الجهة الغربية من مدينة الموصل أيضا اختلفت حتى عن يعني طبيعة الأسلحة التي استخدمت في الساحل الأيسر. بقاء المدنيين يعني كان واضحا على مستوى الأحياء في الساحل الأيسر أو الجانب الشرقي من مدينة الموصل، ونجحت القوات الأمنية في ذلك. مع ذلك القوات الأمنية الآن تعتمد جهدا استخباراتيا يعني مكثفا، وهو بكل الأحوال يشار إليه بالبنان، هذا أولا. والأمر الآخر مرتبط بطبيعة تعاطي المدنيين هناك على مستوى الساحل الأيمن لمدينة الموصل مع القوات الأمنية، حينما يقدموا معلومات سريعة جدا إلى القوات الأمنية. بكل الأحوال هذا الموضوع يعني يؤخذ بنظر الاعتبار، وهو بقاء المدنيين في بيوتهم. لكن القضية
هي تكمن في بعض الأحياء وليس كامل الساحل الأيمن. هناك أحياء يتركز بها داعش وأيضا يتواجد مدنيين، لكن هذه تعتمد على خطط القيادات الأمنية وقواعد الاشتباك من حي إلى آخر. بكل الأحوال قد تخوض القوات العراقية هناك على مستوى أحياء الساحل الأيمن يعني وفق المصطلحات العسكرية حرب استنزاف لتنظيم داعش ومن ثم الانقضاض عليه. القوات الأمنية تعول على تحرك من قبل الأهالي ضد تنظيم داعش، وهذا ما حدث أيضا في تكريت وفي الرمادي وفي الفلوجة وحتى على مستوى الساحل الأيسر. الأيمن ليس جميعه هو يعني من يتواجد به داعش، هناك أحياء تعد معاقل أساسية لتنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي ستتعاطى القوات الأمنية مع هذا التواجد على أساس الحفاظ على المدنيين، لكن هناك أحياء يمكن للقوات الأمنية أن تتقدم وأن يتواجد أو يبقى المدنيين ضمن أو ضمن مساكنهم، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه وضعت له الخطة الكافية. وفي نعم الأستاذ إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار والمعلومات الواردة فيها راسلونا على rai@الشرقية.com. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. مناطق منكوبة في الأنبار، أهالي البوذياب يطالبون بكشف مصير المليارات، وناشطون من ذي قار ينتقدون سوء الخدمات وتأخر إنجاز مشاريع البنى التحتية. كشف وزير التعليم العراقي عبد الرزاق آل عيسى عن وجود 9 مبان تابعة لجامعة الموصل جاهزة لاستقبال أبناء المحافظة بعد استكمال جهود التطهير ورفع العبوات خلال مدة لا تتجاوز 2 شهر. آل عيسى أضاف للشرقية نيوز أن طلبة نينوى سيحظون بمعاملة استثنائية عن طريق تكثيف جهود استقطابهم تعليميا وإجراء امتحانات تكميلية كل 2. نتطلع إلى بدء الدوام الرسمي لهذا العام للطلبة الذين تحرروا من سلطة داعش ليكون الدوام الرسمي لهم في منطقة برطلة في المدارس التي تم تأثيثها، وهناك بناية لأحد الكليات الأهلية ستكون هذه المواقع لدوام الطلبة الذين تحرروا، إضافة للطلبة الذين أساسا هم في منطقة دهوك وفي منطقة كركوك. نتأمل خلال الأيام القادمة، هناك حاليا 9 مباني جاهزة في جامعة الموصل لاستقبال الطلبة، ولكن نحن نود أن تكون هناك نوع من الأمان في المنطقة في الجامعة عندما يكون هناك تنظيف للعبوات، عندما يكون هناك تأهيل لهذه المباني بالصبغ وكذلك أنه بالرحلات الجديدة، وبعد ذلك سيكون إن شاء الله خلال 1 أو 2 القادمين سيكون هناك عملية دوام في داخل الجامعة. نتأمل أن تكون هناك احتفالية التي ستجرى في الموصل يوم تأسيس جامعة الموصل الذي سيكون قريبا والذي سيشهد احتفالية كبيرة إن شاء الله. حقيقة ستكون هناك عملية امتحانات كل 2 لأبناء الموصل لكل من يحرر من المناطق التي لم تحرر لحد الآن، ستكون هناك امتحانات تكميلية مستمرة، وكذلك ستكون هناك عملية استثناءات لأبناء الموصل خاصة لعملية استقطابهم، لعملية دوامهم، لعملية امتحاناتهم، فسيكون هناك احتضان لأبنائنا من أبناء جامعة الموصل بشكل غير طبيعي واستثنائي قياسا لما عليه باقي الطلبة العراقيين في بقية الجامعات.
حذرت القيادية في ائتلاف العربية لقاء وردي من أن تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي دون احترام رؤية المكونات الأخرى سيخلق مشاكل طائفية وسياسية في العراق وأن العراق في غنى عنها. وردي قالت في تصريح لبرنامج بالحرف الواحد إن مشروع القانون يخدم فقط الجهات المنتفعة منه، محذرة من فرض القانون كأمر واقع على العراقيين. مع البي كي كي بأنه كل الأحزاب الكردستانية من إيران أو من سوريا أو من تركيا تحترم قوانين أقليم كردستان ولا تتدخل في شؤون أقليم كردستان. الوحيدة التي تتدخل أو تعطي الحق لنفسها أن تتدخل هي البي كي كي. نحن ما نفكر فيه بأن سنجار قضاء ضمن أقليم كردستان أو حالياً منطقة متنازع عليها طبقاً للمادة 140 نريد أن نعيد أبناء شعبنا المرحلين من هذه المنطقة إلى ديارهم وأن نطرد داعش مما تبقى من أراضي سنجار. أما ما لبلدان الجوار طموح بخصوص العراق أو الأقليم أو مستقبل المنطقة في الشرق الأوسط هذا أمر آخر. نحن ننظر إلى سنجار مثل ما ننظر إلى كركوك أو إلى خانقين أو إلى مخمور، لا فرق بين سنجار وبين المناطق الأخرى التي تحدثت عنها. واضح. ما نطلبه نحن فقط أن لا يحشر بي كي كي نفسه في الأمور السياسية داخل الأقليم ويكفينا ما يكفينا من المشاكل مع القوى السياسية الأخرى في العراق ومع القوى الأخرى في داخل أقليم كردستان. واضح سيد حسين، حسين كركوكي من سليمانية. واضح. إذا أنتم من تمثلون الأجندة، أنتم وأصدقائكم في الاتحاد الوطني الكردستاني، أصدقاء إيران، أنتم من تريدون ضمان نفوذ إيران في هذه المنطقة. أما الديمقراط الكردستاني وحلفائه فهمهم الوحيد هو أن تستقر كردستان وتطبق المادة 140، وفي ذلك الوقت سيقرر سكان هذه المناطق إلى من ستنضم. التواجد حزب الحملات الثاني طبعاً في شنجال بعد الغزمات القوات الإرهابية الداعشية إلى شنجال في شنجال في 3 آب 2014، طبعاً بعد وجود أكثر من 12,000 من قوات الجمعية التابعة للحزب الديمقراطي كردستان العراقي وقوات الآساي وقوات الزيلفاني كان موجودين ولم يقدروا أن يدافعوا عن سنجار أو عليه. قوات حماية الشعب الحفدة القوات التابعة للحزب الناصراني هم دخلوا إلى سنجار من أجل دفاع عن شعبنا الهزيدي. الحليف المحلي يجب أن لا نضع وحدة قياس لأن الحليف المحلي هو جزء من معادلة أوسع. يعني اليوم حينما نتحدث لا نقول إيران، نقول منظومة التحالفات تتكامل بالأدوار بين روسيا، الصين، إيران. زين. ثم بعد ذلك منو جماعتهم هناك يشتغلون بسنجار؟ بالحقيقة لديهم حلفاء، وهذه هي النقطة اللي احنا نتحدث عنها. الحليف المحلي يجب أن لا يؤخذ وحدة قياس، وحدة القياس هي منظومة التحالفات. لاحظ الآن الأمريكان يرغبون في أن يدعموا الكرد في سوريا ويدعموا الكرد في إقليم كردستان حتى يسيطروا بشكل أو بآخر على إيجاد منظومة تحالفات محلية ولكنها ذات أبعاد وتحقق منافع دولية في إطار صراع محاور جديد ترسم منه المعادلة التي جاءت بترامب عام 2020. عندنا بحر قزوين سيصبح مصدرا مهما للبترول والغاز. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. إذن مشاهدينا نعتذر عن هذا الخطأ الذي ورد في هذا الخبر قبل قليل. مستمرون وياكم في هذا الحصاد. أكثر من 12,000 لاجئ مسيحي من مدينة الموصل وصلوا الأردن منذ عام 2014 حين سقطت المدينة بيد تنظيم داعش، وحتى الآن يعيشون أوضاعا صعبة وظروفا قاسية. المنظمات الكنسية العاملة مع اللاجئين نظمت مؤتمرا لبحث أوضاعهم ومساعداتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير ميسم سعدي. اللاجئون العراقيون في الأردن، تحديات وآمال. تحت هذا العنوان عقد في العاصمة الأردنية عمان المؤتمر التنسيقي للمنظمات الكنسية العاملة مع اللاجئين لبحث أوضاع اللاجئين العراقيين في الأردن، وبشكل خاص الذين وصلوا بعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل عام 2014 وحتى الآن، هرباً من الأوضاع المأساوية التي عاشوها هناك.
الهدف من وراء هذا المؤتمر هو التنسيق التعاون بين كل المؤسسات الجهات المعنية بدعم إخوتنا العراقيين. مر 3 سنوات، اليوم عم نحكي عن بحدود 12 ألف عراقي مسيحي شخص طبعا وصلوا خلال 3 سنوات، واليوم هن بأمس الحاجة لدعمنا ومساندتنا، بحاجة لتعليم، بحاجة لصحة، بحاجة لمساعدات، بحاجة لأمور لوجستية. يعني في كتير منهم بدهم يطلعوا لبرا ما بيعرفوا لغة، هل وكيف عملية التنسيق ككنيسة بتحاول تخليهم ببلادهم وعراقهم، وعندنا الضغوط السياسية اللي هي بتمنعهم انه يرجعوا الى بلادهم. فان شاء الله هذا المؤتمر اقل تقدير انه يعمل تنسيق بين المؤسسات الموجودة لمساعدة العراقيين بحرية الاختيار وين بدهم يكونوا. قامت المدارس الكاثوليكية الموجودة في كافة انحاء المملكة في الاردن في قبول الطلاب العراقيين اللاجئين للعائلات التي قدمت من كل العراق خاصة من الشمال في قبولهم في مدارسها. المؤتمر الذي عقد بحضور مستشار السفارة البابوية في عمان وممثلين عن السفارات ومنظمات كنسية تعمل مع اللاجئين حث المجتمع الدولي على تقديم كل المساعدات الممكنة إلى الأردن من أجل مساعدته على تحمل مسؤولية استضافة الآلاف من اللاجئين وأهمية استمرار الدعم بهدف الاستجابة للتحديات التي تواجهها المنظمات لمساعدتهم من أجل تأكيد حق العيش لهم بحياة كريمة تضمن لهم الحصول على احتياجاتهم الأساسية والمهمة مثل التعليم، الصحة، السكن والمواد الغذائية الأساسية. النازحين عانوا الكثير من الأمور الطبية الصحية، المدارس، الحالة المالية، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي. فكانت السفارة البابوية والكاريتاس سباقة في معالجة هذه المشاكل. الهدف الأكبر والأبعد للمؤتمر هو تضميد جراح اللاجئ ورفع معنوياته ومساعدته على استعادة السلام وصناعة التغيير في حياته بعد أن فقد كل شيء من أجل التمسك بإيمانه وكرامته. حلم العودة إلى الوطن لم يعد يراود اللاجئ هنا في الأردن، فقط حلم السفر إلى الخارج وإلى مكان آمن هو ما يسعى إلى تحقيقه. ميسم سعدي، لشرقية نيوز، عمان. الاتحاد الوطني الكردستاني لن ننسحب من محطة نفط الشمال قبل تنفيذ شروطنا من قبل وزارة النفط المركزية. حول هذا الملف ينضم إلينا السيد علي فيصل الفياض عضو لجنة النفط والطاقة النيابية. أهلا بك سيد علي. بداية، كيف تنظرون كلجنة النفط والطاقة النيابية لما حصل في محطة نفط الشمال، وهل تستطيع وزارة النفط العراقية تنفيذ الشروط التي وضعها الاتحاد الوطني الكردستاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم ونشكر ضيوف قناتكم الكريمة. بالحقيقة ما حصل على نفط الشمال هو تجاوز كبير على حقوق العراقيين بشكل عام. النفط كما بينه الدستور العراقي في المادة 111 في المادة 112 أنه حق لجميع العراقيين، والثروات الطبيعية حق لجميع العراقيين أينما وجدت وكيفما استخرجت. لكن اليوم قيام أحزاب متنفذة بسيطرة على نفط كركوك بحجج متواهية وبأعذار غير منطقية وغير مقبولة. اليوم نحن نرفض هذا التدخل ونرفض هذا الاعتداء على شركة نفط الشمال. شركة نفط الشمال تمثل شركة حكومية تمثل العراق كله وخيراته وارداته لجميع العراقيين، ولا يمكن لأي جهة أو فئة حزبية أن تتسلط على هذا النفط وتجيره لحسابها الخاص مهما كانت الضرائب ومهما كانت الخلافات الداخلية بين كل الأحزاب الموجودة في الإقليم. نحن كلجنة نفط وطاقة وكأعضاء برلمان لن ندين هذا الاعتداء على نفط الشمال، ونعتبرها ظاهرة غير حضارية وظاهرة غير صحيحة، ونطالب الحكومة الاتحادية ووزارة النفط باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة، لأن هذه الظاهرة ممكن تتكرر في بقية المحافظات الأخرى. طيب، ولكن سيد علي، يعني بالمقابل هم يقولون بأنه لا يجوز لبغداد أن تتصرف بنفط كركوك دون أخذ رأي مجلس محافظة كركوك. يعني إلى أي مدى اليوم يوجد تنسيق حول هذا الموضوع بموضوع التصرف بنفط كركوك؟ النفط هو ملك للشعب العراقي، ومن حق الحكومة الاتحادية أن تتفق بهذا المورد الذي يمثل العراقيين جميعا. اليوم هناك قيادة في الإقليم تم الاتفاق معها مع الحكومة المركزية
على آلية التوزيع وآلية التصدير، وصارت هناك اتفاقية بتصدير 550 ألف برميل مقابل إعطاء حصة من الصادرات النفط الموازنة العراقية تقدر 19%. وهناك أيضا تناغم في هذا الموضوع بين الحكومة الاتحادية والإقليم ورئاسة الإقليم، لكن هناك خلاف داخلي ربما انعكس بشكل وآخر على هذا التصرف. نحن في بغداد وفي الحكومة الاتحادية هذا التصرف لا نعتبره حقيقي ولا نعتبره له أي سند قانوني. نعم، لكن سيد علي هناك أيضا من يرفض وصف هذا الموضوع بالاحتلال، وأكد بأن قوات البشمركة كانت موجودة لحماية النفط من الهدر والنهب حسب تعبيرهم. قوات البشمركة موجودة حاليا أم سابقا؟ نعم حاليا. بالبيان الذي صدر أنه احنا حصة النفط، النفط هناك جهات حكومية تقوم بحمايته، وهناك لكن دخول قوات ووقفت تصدير النفط لفترة معينة من ساعات معينة وتهديدها وطرحها أجندات معينة، هذا غير مقبول. ربما أكو خلافات بين الإقليم والمركز، ربما أكو خلافات بين مجلس محافظة كركوك والحكومة الاتحادية، لكن لا تحل بهذه الطريقة، يجب أن تحل عبر الحوار وعبر القنوات الدبلوماسية. لغة القوة اليوم من أي مجموعة باتت مرفوضة، ولا يمكن أن تفرض حل بالقوة على العراقيين بهذا الشكل. طيب سيد علي، يعني هل اليوم الخلاف حول عائدية النفط أم حول طريقة تصديره؟ يعني هم يقولون بأن اتفاق بغداد على تصدير النفط أو نفط كركوك عبر إيران قد يكون مخالفا لما هو متفق عليه مع تركيا. السياسة النفطية ترسمها الحكومة الاتحادية، وزارة النفط هي من تضع استراتيجية باعتبارها وزارة نفط اتحادية، ترسم وتخطط وتضع استراتيجية عامة وشاملة لتصدير النفط وآليته والمنافذ الموجودة. ربما بعض المنافذ غير بها داعش، المنافذ غير صالحة، ربما تبحث عن منافذ تسويقية جديدة كما حصل اليوم في مع الأردن، سيكون هناك مد أنبوب نفطي عبر الأردن والعقب واحتمال مصر. كل هذه الأمور مسؤول عنها الحكومة الاتحادية طبعا بالتنسيق ايضا مع حكومة في المناطق الاقليم اللي في النفط، تنسيق مع الاقليم ورئاسة الاقليم وحكومة الاقليم. نعم سيد علي، يعني اليوم هل هناك امل لحل هذا الموضوع، وهل سوف تتدخلون كلجنة نفط وطاقة نيابية للحل؟ ستقوم وزارة النفط ايضا بشكل جدي لحل هذا الموضوع، لان هذا الموضوع خرج بشكل او باخر وكان السيطرة على هذه الشركة غير صحيح. ربما أكو هناك خلافات داخل المكون، لكن هذا يجب أن يكون بعيدا عن النفط وعن يجن على الثروة القومية ويجن على الاقتصاد النفطي. طيب سيد علي، يعني ألا يؤثر ذلك على كمية النفط المصدر، خاصة وأن العراق بحاجة اليوم إلى كل برميل يصدر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ بالتأكيد نحن اليوم نحتاج إلى كل برميل نفط، لأنها تحديات كبيرة، هناك تحديات أمنية نعيشها اليوم، هناك حرب داعش قوية في الموصل وفي كافة المدن الأخرى، انشغال قواتنا وجيشنا بشكل كبير في مناطق الموصل لا يعطي مبرر لأي قوة أو أخرى أحزاب أن تستغل هذا الانشغال أو تستغل ضعف الأمن نوعا ما وتفرض أجندتها بشكل أو بآخر. نحن اليوم نقول أن العراقيين جميعا هم شركاء حقيقيين، الأخوة في كركوك أو غيرهم لهم حقوق أيضا ولهم واجبات. النفط هو من حق الجميع، من حق كركوك والعراق والموصل والنجف وكل محافظات، لا يكون البصرة كذلك، لأنه ربما البصرة أيضا تقوم بمثل هذا التصرف، هل هذا صحيح؟ هذا غير مقبول في أي محافظة كانت. نعم سيد علي، يعني اليوم هل هناك مجال للقبول بشروط الاتحاد الوطني الكردستاني لحل هذا الخلاف؟ نحن مع الحل ومع الحوار ومع الحرص على تقديم كافة العمل لإخواننا في كركوك وفي محافظة كركوك، لكن ضمن الأطر الدستورية وضمن الأطر القانونية وضمن المواد الدستورية التي لا تخدش بأي مكون أو أي طرف أو أي حزب. طيب سيد علي، يعني عندما يطالبون بإنشاء مصفى وهناك مهلة مدة أسبوع للرد على هذا الموضوع، يعني هل إنشاء المصفى اليوم
يعني يعارض الدستور أم أن إنشاء المصفى لا يصب في مصلحة كركوك والمحافظات العراقية؟ أين الخلل بالموضوع؟ لا، إنشاء المصفى يحتاج إلى موارد مالية ويحتاج إلى دعم اقتصادي ويحتاج إلى موازنة ويحتاج إلى كثير من الأمور. لا بأس إنشاء مصفى في كركوك، نحن نؤيد هذه، لكن حسب أولويات وزارة النفط وحسب استراتيجيتها وحسب الموارد المادية الموجودة لديها أو استحقاقات كل محافظة. نعم سيد علي، يعني اليوم عندما يتم اللجوء إلى الاقتحام والقوة في يعني مكان مهم مثل محطة نفط الشمال، ألا يعني يكون ذلك ناقوس خطر يدق، خاصة وأنتم كلجنة نفط وطاقة يعني هذه الأمور بالتحديد يعني أمور سيادية في الدولة العراقية ويجب حمايتها بشكل أكبر، ويجب الحرص على أن تكون فقط تعود للدولة العراقية دون وجود أي سيطرات أو سيطرة أي جهة ضد جهة أخرى عليها؟ بالتأكيد اليوم هذا التصرف أو هذه الأمور تمس مادة وسلعة سيادية. نحن اليوم نعتمد على النفط بشكل كبير، 89% من موازنة العراقية معتمدة على النفط، بغض النظر عن المنافذ الحدودية. المنافذ الحدودية أيضا لها ثقل كبير، لكن منافذنا الحدودية في بعض السيطرات كالصفرة وغيرها غير مستغلة بشكل صحيح، لكانت عائداتها أكثر وأكثر من هذا من وارد النفط. نعم السيد علي فيصل الفياض عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن التحالف الوطني، شكرا جزيلا لك. هنا لندن دقت ساعة بغداد، هنا بغداد دقت ساعة القشلة، ساعة بغداد ودبي وعمان والموصل والبصرة وأربيل تدق معا ليكتمل الإيقاع مع ساعة بيج بن. هنا تجدد الشرقية شبابها وتسابق الزمن في بلوغ المستقبل. هنا لندن يكون مستودع الأخبار، يتدفق خزان المسرة فتنساب الأسرار. الشرقية نيوز تطل عليكم بحلة جديدة وتقنية عالية ووجوه لم تستضيفوها من قبل. هنا من لندن الشرقية نيوز، شجاعة فائقة، سرعة فائقة، دقة فائقة. هنا يجتمع الأضداد حيث الآراء شتى والملتقى واحد. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي خلال حضوره لقاء رئيس الوزراء مع أساتذة وطلبة جامعة واسط، أكد أن الداخلية ستتعامل وفق القانون مع كل من يحاول كسر هيبة الدولة وعدم احترام مؤسساتها. الواجب هو سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة، وتعاملنا وسنتعامل وفق القانون لكل من يريد كسر هيبة الدولة وعدم احترام مؤسساتها وعدم احترام الحريات العامة والخاصة وكذلك المتغيرات العامة والخاصة. بالتأكيد هذا من واجبات وزارة الداخلية، قمنا بإجراءات القانونية بحق الذين كانوا وراء ما حصل، وحصلت يعني وصدرت مذكرات أمر قبض بحق هؤلاء، تم اعتقال الكثير من هؤلاء وفق الإجراءات القانونية. سيادتك تنازل عن حقك الشخصي، هذا يعود لسيادتك، وأما الحق العام يجب أن نتعامل به وفق القانون. هذا حق شعب محافظة واسط وحق الشعب العراقي وحق الدولة العراقية. عندنا نظام سياسي جاء نتيجة انتخابات وعملية سياسية ديمقراطية وبرلمان، فمن يريد أن يثير الشغب والفتنة وإثارة الأجواء، وعندنا جبهات دماء نقدم، شباب أعزة، نحتاج إلى استقرار أمني وسياسي والداخلية تقوم بواجباتها وهذا واجبها. شكرا جزيلا.
أبناء الموصل يستغيثون بالعالم ومنظماته الدولية بعد أن حاصرهم الجوع والعطش، وصور دمار المباني تصدم ضمير الإنسانية. الخوف والقلق يخرج أكثر من ربع مليون موصلي إلى المخيمات تحت المطر والقصف، وتأخر الخدمة الطبية إرهاب من نوع آخر. نرحب الآن بالناشطة المدنية سيدة ليلى المولى. سيدة ليلى، مرحبا بك في الحصاد. حدثينا أكثر عن الوضع الخدمي، يعني هناك من يرى بأن نقص الخدمات الطبية المقدمة للنازحين هو إرهاب من نوع آخر، يعني من خلال زيارتكم للمخيمات وأيضا اطلاعكم على أوضاع موجات النزوح الحالية، كيف تصفون الوضع هناك؟ أهلا وسهلا. طبعا الأوضاع بالجانب الأيمن سيئة جدا، ونازحين الجانب الأيمن لا يعانون فقط من نقص في العلاجات، إنما نقص في المواد الغذائية والمشرب وكل شيء، حتى السكن، حيث أن الخيم هناك لا تكفي النازحين. مخيم حمام العليل امتلأ تماما بالنازحين، وبعض النازحين يرقدون على الأرض يفترشون العراء بدون أي تدخل من المنظمات الإنسانية أو تدخل من الحكومة العراقية، كون أن هؤلاء النازحين هم عراقيين أولا وآخرا. أطلب إعلان منطقة الموصل الجانب الأيمن تحديدا، منطقة منكوبة، فهي لا تلاقي أي مساعدة من أي منظمة أو من أي جهة إنسانية. نعم سيدة ليلى، يعني السيد رعد الدهلكي طالب بمحاسبة منظمات المجتمع الدولي التي تقاضت مبالغ طائلة لأن تقوم بمساعدة النازحين، ومع ذلك فإن أداءها كان ضعيفا جدا. يعني ما تعليقك على هذا الأمر من مشاهداتك على أمر على أرض الواقع؟ للأسف ليست فقط منظمات المدنية هي التي تغتلس الأموال المقدمة من دول الخارج، المساعدات التي تأتي من الدول الشقيقة، قطر، الإمارات، الكويت، كلها مساعدات تأتي لهؤلاء النازحين ولا تصلهم للأسف. وليست فقط أقول المنظمات المدنية تقف مكتوفة الأيدي، إنما الحكومة العراقية، أليس هؤلاء من أهل الموصل هم عراقيون أصلاً؟ أم أن الحكومة العراقية ليست عراقية؟ طيب سيدة ليلى اليوم أعتذر، لكن نعم. الكل يقف موقف المتفرج. طيب اليوم الأزمة لا تتطلب فقط تحرك حكومي ودولي، يعني هل هناك حراك مدني كناشطين من أجل تنظيم تبرعات، أو هل هناك إجراءات تمنعكم من تقديم المساعدات لهؤلاء؟ أجل القطاعات المدنية من المتطوعين المدنيين، من الفرق التطوعية، فريق وصل تصل، فريق نخبة النخبة، الفرق التي أعمل معها، بعض الناشطين الحقوقيين، أبناء البلد الذين يستحقون كلمة أنهم عراقيين أصلاء، كلنا نعمل الآن من أجل إغاثة كبيرة جدا وحملة إغاثية، وعلمنا أن سيطرة العقرب تقدم التسهيلات لدخولنا إلى النازحين في الجانب الأيمن، وكلها تبرعات ذاتية. ووجه مناشدتي إلى كل أهالي الموصل من الذين خرجوا من مدينة الموصل وهم متمكنين ماديا لمساعدتنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من نازحين الساحل الأيمن الذين يتعرضون لأعنف وأخطر من هجوم داعش إليهم، حيث أنهم الآن يموتون من البرد ومن الجوع، أطفال، نساء. فأتمنى أن الغيرة العراقية تكون أكبر من هذا الشيء، وأتمنى من الحكومة العراقية لمرة واحدة أن تقف موقف حكومة حقيقية لمساندة أبناء الموصل، رجاءً موقف حقيقي لمرة واحدة. نعم السيدة ليلى المولى الناشطة المدنية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. ما
مناطق منكوبة في الأنبار، أهالي البوذياب يطالبون بكشف مصير المليارات، وناشطون من ذي قار ينتقدون سوء الخدمات وتأخر إنجاز مشاريع البنى التحتية. أطلق المشروع العربي في العراق برنامجاً لعلاج مليون نازح في مكاتب الرعاية الصحية، ويشمل البرنامج رعاية مليون نازح وتقديم الخدمات الطبية لهم في جميع المخيمات في النزوح المنتشرة في العراق، بالإضافة إلى النازحين العائدين إلى مناطقهم في المحافظات التي تعرض أهلها إلى النزوح. وحضر المؤتمر النائب ظافر العاني ممثلاً عن رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، بالإضافة إلى النائب خالد المفرجي. ونحن مقبلون على مرحلة أخرى في انطلاقة جديدة نحو رعاية مليون شخص آخر، بل ملايين أخرى بإذن الله تعالى. لا تزال رفات أكثر من 45 شهيدا من تفجير الكرادة موجودة داخل ثلاجات الطب العدلي في بغداد، مقابل استمرار مراجعة الأهالي لاستلام رفات ذويهم من دون نتيجة رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الجريمة. ويقول مسؤولون إن عائلات مفجوعة كانت تحت ضغوط نفسية قاهرة تسلمت بالخطأ رفات شهداء من دون مطابقة الحمض النووي، ليتبين لاحقا أنهم تسلموا الرفات الخاطئ. يعرب القحطان أعد التقرير التالي. رسائل ومناشدات وألم كبير، ذلك ما أطلقه ذوي ضحايا تفجير الكرادة الدامي، والسبب تأخر استلام جثث العشرات من أبنائهم حتى اللحظة. ويقول الأهالي إنهم منذ أشهر يراجعون دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة في بغداد لاستلام الجثث، لكن من دون جدوى. هنا في داخل ثلاجات دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة لا تزال أكثر من 45 جثة من رفات انفجار الكرادة لا يعرف مصيرها حتى اللحظة، على الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على الانفجار. وفيما تؤكد دائرة الطب العدلي إكمالها الفحص لثلاثة جثث سلمتها لذويهم قبل أيام، توضح أيضا أسباب التأخر والتي يقف في مقدمتها عدم وجود تطابق للجثث الموجودة في ثلاجاتها مع أي شخص بسبب التبادل بالجثث وقيام ذوي الضحايا بدفن جثث لا تعود إليهم. فهذه 48 ما طابقت، بقت عندي حالات، بقت عندي أهالي، عندي حالات غير مطابقة، عندي أهالي منتظرين، عندهم مفقودين، عندهم شهداء يسجل مفقودين يعني بالقانون. شغل مال دي ان اي خلال 5 أسابيع من تاريخ المطابقة، يعني مو عارفك تفهمني، يعني مطابقة تصير ويا حالات هم مستلمين، الأهالي مستلم، فأني لما يطابق على حالة عندي فبالتالي أسلم الحالة اللي عندي، أخذ الحالة اللي عنده أشتغلها من جديد. مستلمين خطأ عن طريق المستشفيات، عن طريق تعرف مباشر دون الرجوع للدي ان اي، فاللي أخذها هو يعني حالة نفسية صعبة، عليه ضغط عصبي نفسي، يعني معذور هو، فبالتالي احنا عذرنا يرجع الحالة ويرجعون لها، يرجعوا عندي مجموعة. ويطالب أهالي الضحايا وبعد تفاقم وتعاظم هذه المشكلة والتأخر في كشف هوية الجثث من وزارة الصحة والحكومة العراقية التدخل وإيجاد حل هذه المشكلة من خلال تشكيل لجان متخصصة من شأنها حسم هذا الملف بسرعة. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز. توثق الأوضاع الخدمية في قرى البوذياب التابعة لجزيرة الرمادي في الأنبار تدهور الخدمية الكبيرة وضياع مليارات المحافظة جراء الفساد، مع تضرر أكثر من 80% من القرى جراء الأحداث العسكرية وتأخر عمليات الترميم. ويقول نازحون عائدون إن أسعار السلع الأساسية تضاعفت، وإن البعض بات يفضل العيش في خيام النزوح. باسم الأنباري أعد التقرير التالي.
العمليات العسكرية التي دارت روحاها هنا في مناطق جزيرة الرمادي كانت سبباً في تدمير المئات من منازل البسطاء من ساكني منطقة البوذياب. العائدون إلى هذه المنطقة بعد معاناة وألام النزوح طالبوا الحكومة بضرورة الإسراع بتوفير الخدمات البلدية والإنسانية والطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب. بلغونا بالرجوع للمنطقة منطقة البذياب بالذات منطقة البهايس، لكن لما رجعنا تفاجأنا أنه ما توجد أي خدمات، لا بنى تحتية، لا ماء، لا كهرباء، لا طرق، وهذا ما نعاني منه، بحيث تانك الماء أبو الألف ب20,000 دينار لنشتريه من المقطورات. إذا تسألني والله العيشة بالخيام أحسن، ليش؟ أولا كهرباء بلاش، مي بلاش معقم، وغذائية تجينا لهذا ما أدفع له درهم. هنا إذا جيت يراد لي مي غسائل، مي شرب، كهرباء، يعني راد لي هواي، ما أقدر، ما عندي 1,000 دينار، ما عندي، يعرفوني الجماعة. تذليل العقبات أمام العائدين إلى مناطقهم المحررة وإيجاد أجواء أمنية مثالية وتوفير المستلزمات الأساسية لاستمرار الحياة مطالب على المعنيين تنفيذها وبأسرع وقت ممكن بغية إعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح. من واجبنا احنا والهندسة العسكرية مع الفرقة العاشرة رفع العبوات الناسفة قدر الإمكان، نحاول أن نقول مؤمنة إلى نسبة 90%، لأن ما نقدر نعطي نسبة أمان من عبواتنا، لأن أكو مخذوفات تحت الأرض التي تجي شركات خاصة التي تقدر تكتشفها. نسبة الدمار ضخمة جدا وخاصة في منطقة البوذياب وجزء من منطقة البعيثة والبعلي الجاسم، تصل إلى نسبة 80% دمار. هنا يجب أن يكون تدخل دولي حقيقي، لأنه لا زالت هذه المنطقة فيها نسبة دمار عالية جدا، فيها نسبة خدمات تقريبا شبه معدومة. نقدم ما نستطيع تقديمه، ولكن ما نمتلك إحنا المقومات الأساسية لإنقاذ الواقع في المدينة، فما بالك الآن في أريافها وقراها. هذه المنطقة الحقيقة منطقة منكوبة بكل ما تعني الكلمة، نسبة دمار تفوق 80% في البنى التحتية، في الدور، في الكهرباء، في المياه وإلى آخره. منطقة مدمرة وواقع اقتصادي متأزم ومواطن يائس بانتظار الحلول في ظل عجز حكومي واضح، أوضاع تتطلب جهودا دولية جبارة تساهم في رفع الحيف عن كاهل الفقراء من أبناء هذه المناطق المنكوبة. من الرمادي للشرقية نيوز، باسم الأنباري. أغلق العشرات من ناشطي ذي قار مدخل مدينة الناصرية من جهة سوق الشيوخ احتجاجا على تأخر إنجاز الطريق الدولي المقرر تشييدها منذ عامين، واستغرب مشاركون في وقفة احتجاجية تلكؤ تشييد البنى التحتية وتأخر المشاريع السابقة رغم دخول الأهوار في لائحة التراث العالمي وبدء توافد السائحين من محافظات العراق ودول الجوار. وكانت وزارة البلديات باشرت قبل سنتين بحفر التقاطع بحجة تحويله إلى مجسر من دون إكماله لغاية الآن. والإعلاميين والنشطاء والشعراء وقفة احتجاجية في تقاطع سوق الشيوخ. بصراحة أغلب المشاريع الوزارية هي مشاريع نصب واحتيال، مثل ما رفعنا خلال لافتات مشاريع 56، وهذا المصطلح متعارف لدى أبناء الشعب العراقي. فاليوم نقول أن هذه المشاريع لا نريد بناطحات السحاب، لا نطالب بمجسرات، لا نطالب بكل شيء، نطالب بإعادة هذا المكان إلى ما كان عليه. اليوم الناصرية من ضمن المدن التي شملت الأهوار والآثار ضمن لائحة التراث العالمي. عندما يأتي السائح لي من كردستان او من بغداد او المحافظات يدخل مداخل الناصريه عباره عن مدينه بائسه، مدينه منكوبه. رايت الاخوه المسؤولين ياخذون هذا الموقف بنظره الاعتبار ويسوون في حلول بسيطه، شوارع بسيطه مرتبه، ما نريد مجسرات ولا انفاق ولا تكلف الدوله ميزانيه ولا مقاولين ولا مشاريع، مجرد شوارع بسيطه حتى يقدر الشخص ينتقل، 4 شوارع وفلكه كلش كافيه. بهذا مشاهدينا نصل واياكم الى ختام هذا الحصاد، تقبلوا من الجميع التحيه، الى اللقاء. الى اللقاء. Thank you.